التحية مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، عشاق الأصالة، متجددة بحضراتكم من جديد حيث تستمر أشواط هذا اليوم والتحديات التمهيدي العاشر لفئة الثنايا في هذا اليوم من مسافة 8 كيلومترات. يتجدد بكم اللقاء من جديد مع تجدد أشواط هذا اليوم. يسير شوطنا 12 الخاص بالجعدان الثنايا المهجنات الأصايل. نتمنى للمتابعين متابعة شيقة من خلال تحديات هذا اليوم. نبحر بمشاهدينا الكرام إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى المركز الأول في هذه اللحظات اللي يتقدم ويأتي هنا ويندفع. هذا هو اليود بشعار ناصر بن محمد بن خلفان. النيادي يتقدم على الصدارة على المركز الأول، بينما يليف المركز الثاني يتقدم على المركز الثاني. هذا ملفت بشعار سعيد بن محمد بن خير العفاري يحتل المركز الثاني، بينما نغلتنا التالية هي للمركز الثالث لنجد على ثالث المراكز موادع سالم بن علي بن غصر العامري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذا مدلل بشعار ركاب بن محمد بن ركاب العامري يحتل المركز الرابع، بينما النقلة هي للمركز الخامس. في المركز الخامس هذا هو درغام بشعار محمد بن راشد بن حمد الغفلي يتقدم على المركز الخامس، بينما نقلتنا التالية إلى المركز السادس ليجد هنا الشبابي لحمودة بن محمد بن علي بن حمود الاكتبي مع المركز السادس، بينما ننتقل إلى المركز السابع. وفي سابع المراكز النصر بشعار عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي يحتل المركز السابع، بينما في المركز الثامن هذا هو الوقن بشعار ماجد بن الضعيف بن مصبع الاكتبي مع المركز الثامن. وتاسعا يتقدم من الجانب الاخر الحصيني بشعار سالم بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري. وعاشرا ياتي هنا ديباج سهيل بن سليم بن حربي العامري من يحتل المركز العاشر. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام نتيجتنا للعشر المراكز الاولى التي تسير بناموس هذا الشوط وهذا الانطلاق الجميل منذ بدايه الاندفاع. اتمنى لحضراتكم العشر المراكز الاولى. عوده من جديد، عوده الى المركز الاول، عوده الى التحديات والى المنافسه والى الصراع الذي يدور على مقدمه هذا الشوط. هذا اللي مصير أمامكم على مقدمة هذا الشوط ملفت بشعار سعيد بن محمد بن خير العفاري اللي غادم من المصانع الجروب التراثية يتقدم بهذا الأداء وهذا الحضور على مقدمة الشوط، بينما يليف المركز الثاني يتقدم النصر اللي يبحث عن النصر وعن الفوز. المشرف يتقدم مع ثاني المراكز اللي تعود ملكيته لعبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي يتقدم نحو المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث ليجد على ثالث المراكز هذا موادع سالم بن علي بن غصر العامري يتقدم مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هذا هو اليود بشعار ناصر بن محمد بن خلفان النيادي، بينما النقلة إلى المركز الخامس ليجد هنا مدلل مع المركز الخامس أيضا الركاض بن محمد بن ركاض العامري هو اللي يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس الشبابي يتقدم حمودة بن محمد بن علي بن حمود الاكتبي مع سادس المراكز. وسابعا يتقدم هذا هو نبراس بشعار احمد بن سيف بن سالم النيادي وثامن المراكز. في المركز الثامن هذا معوض حمد بن سعيد بن علي المزروعي. وتاسعا يتقدم في هذا الانطلاق درغام محمد بن راشد بن حمد الغفلي. وعاشرا ياتي هنا بالاندفاع الحذر جمعه بن مبارك بن مغير الخيار
الديلي. هكذا مشاهدين الأعزاء. ومتابعين الكرام هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى، وفينا النداء الثاني لحضراتكم مشاهدينا الكرام ومتابعين الأعزاء خلف شاشة دبي ريسنج المتابعة لانطلاقات هذا اليوم. عودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى التحديات، عودة إلى سكان المقدمة والصدارة والبداية الأولى. هناك ملفت اللي مسيطر على مقدمة هذا الشوط، تمام السيطرة على البداية الأولى. يقدم مشاهدين الأعزاء سعيد بن محمد بن خيرة العفاري اللي بدأ يباعد عن بقية المشاركين في طريقه في هذا المسار، بينما النقلة إلى المركز الثاني لنجد على ثاني المراكز هذا يتقدم النصر عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي يتقدم نحو المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذا يتقدم نبراس أحمد بن سيف بن سالم النيادي مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يتقدم هذا هو معوض حمد بن سعيد بن علي المزروعي مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس يتقدم اليود بشعر ناصر بن محمد بن خلفان النيادي مع خامس المراكز، بينما في المركز السادس هذا يتسلل من مركز إلى مركز آخر مدلل للركاض بن محمد بن ركاض العامري في سادس المراكز، بينما في المركز السابع يتقدم وياتي هنا موادع سالم بن علي بن غصر العامري ثامنا يتقدم. هذا هو مشاهدين الأعزاء اللي هو حامل رقم 31 الشبابي على المركز الثامن، ياتينا بالانطلاق الجميل والعرض الشيق حمودة بن محمد بن علي بن حمود الكتبي، وتاسعا في المركز التاسع يتقدم وياتي في مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام هذا هو ضاري محمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي يتقدم مشاهدين الأعزاء، بينما في المركز العاشر ياتي هنا درغام محمد بن راشد بن حمد الغفلي يتقدم على عاشر المراكز. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام حيث شاهدتوا هذه المنافسة وهذا التحدي الجميل، وفينا العشر المراكز الأولى، وثم نرجع من جديد مشاهدين الأعزاء إلى المقدمة وإلى البداية الأولى مع أيضا وصولنا وأيضا انحنانا مع المنحنى الأخير. ها هو حزام الغابات، منطقة حزام الغابات وصلنا في هذا في هذه المنطقة، ولكن وين ملفت ما شاء الله وتبارك الله. شوف الانفراد، على المقدمة الأولى على البداية الأولى. ها هو ملفت يتقدم نحو الصدارة الأولى، سعيد بن محمد بن خيرة العفاري في استراحة المحارب على الصدارة الأولى على المركز الأول، يذهب بالفوز والانتصار إلى هال المصانع الجنوب إلى هال الوقن إذا تم على هذا الموال، ولكن المشاركة لديهم رأي آخر غادمين، والكل يبحث عن الفوز، الكل يطمع بالناموس في هذا اليوم. المركز الثاني ياتي مدلل للركاض بن محمد بن ركاض العامري يتقدم مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث ياتي هنا نبراس يتقدم بشعار مشاهدين الأعزاء أحمد بن سيف بن سالم النيادي مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع معوض على المركز الرابع حمد بن سعيد بن علي المزروعي. يلا يلي تبى الفوز خلاص، هناك بدأ يغادر ملفت عن بقية المراكز، بدأ يسير إلى الفوز وإلى الانتصار في هذا المسار، بينما نتابع المركز أيضا الرابع اللي تقدم فيه معوض
محمود حمد بن سعيد بن علي المزروعي بينما في المركز الخامس، في المركز الخامس اللي غادم وواصل في هذه اللحظات اليود اليود ناصر بن محمد بن خلفان النيادي مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس ياتي هنا النصر عبد الله بن راشد بن خليفه الغفلي مع المركز السادس، بينما في المركز ايضا السابع، في المركز السابع يتقدم وياتي في هذه الانطلاقه في هذا الاندفاع المثير اكسبوا سعيد بن سالم بن عبيد الراشد. يا سلام يا سلام على الإثارة وسرمة غادم زايد بن محمد بن قران المنصوري أهالي الظفرة غادمين غادمين في هذا المسار، ولكن عودة عودة إلى البداية عودة إلى ملفت، ولكن ملفت لا زال المسيطر على زمام الأمور، لا زال المسيطر مع اغترابنا مشاهدين الأعزاء من لافتة 1200 وملفت هنا على المقدمة الأولى على المركز الأول يتقدم بشعار سعيد بن محمد بن خير العفاري، ولكن وصلوا أهالي الطلايب وغير موازين الشوط نبراس نبراس أحمد بن سيف بن سالم النيادي الله. يا سلام يا سلام المركز الثاني، المركز الثاني مدلل بدأ يدلل مدلل للركاض بن محمد بن ركاض العامري، بينما في المركز الثالث معوض يتقدم حمد بن سعيد بن علي المزروعي، والكل هنا بدأ مشاهدين الأعزاء يركز مع هذا الغلاف الجوي الأخير. المركز الرابع أشوف أشوف الوصول على رابع المراكز في هذه الانطلاقة الجميلة، واصل مسار محفوظ بن خميس بن علي الينيبي غادم مع المركز الرابع، وخامسا ياتي مهيض محمد بن عبيد بن عيد المنصوري مع خامس المراكز، ولكن السيطرة 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 على البداية الأولى مع نبراس 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 اللي انطلق اللي صدرت عليه الأوامر. الله يا سلام أحمد بن سيف بن سالم النيادي يبي يذهب بالسلامات إلى أهالي العين إلى أهالي مغافة إذا تم على هذا الموال، ولكن مهيض غادم وهنا وكذلك معوض يتقدم بالمركز الثاني حمد بن سعيد بن علي المزروعي، وثالثا ياتي مهيض محمد بن عبيد بن عيد المنصوري، ولكن خلاص نبراس سلام عيناوي سلام سلام إلى أهالي العين، وسعدت صباحنا أهالي منطقة مغافة على هذا الفوز على هذا الانتصار اللي قدم نبراس. تهانينا لأحمد بن سيف بن سالم النيادي، تهانينا على هذا الفوز لحظة وصوله. المركز الثاني وصل معوض حمد بن سعيد بن علي المزروعي، المركز الثالث وصل مهيض سالم بن عبيد بن عيد المنصوري، المركز الرابع المركز الرابع وصل في نهاب حمد بضبيب او حمد بضبيب بن علي العامري، المركز الخامس المركز الخامس وصل في مسار المحفوظ بن خميس بن علي علي نيبي. هكذا مشاهدين الاعزاء نتيجتنا للثلاث الاول للخمس المراكز الاولى، عوده الى التوقيت الزمني 13 دقيقه بالوفاء والتمام والكمال، والتهنئه لمالكي نبراس احمد بن سيف سالم النيادي، والتهاني لاهالي منطقه الصاروي في مدينه العين. المركز الثاني وصل مشاهدين الاعزاء معوض ب 13 دقيقه وجزء واحد وثانيه وسته 13 دقيقة وثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن علي المزروعي. المركز الثالث كان الوصول من مهيض ب 13 دقيقة وثانيتين وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مهيض محمد بن عبيد بن عيد المنصوري. تهانينا لكم.